ظهر لها من الصبر ما تتحير فيه العقول واقعا فوق حد التصور. لهذا لقبت وعرفت تارة بكعبة الرزايا وتارة بأم المصائب. مو معنى يعني كلام يعني مجرد، لا، معنى حقيقة. حتى أن بعض أهل العلم أهل النظر الذين نظروا في ابتلاءات الأنبياء والأوصياء إلى أن وصل إلى أهل البيت عليهم السلام ومن أحاط بهم مثل العقيلة زينب وغيرها من النساء ورجال، فرجح صبر العقيلة زينب على جمع من الأنبياء، لا أقول كل الأنبياء، وهكذا صرح يعني تصريح بعضهم أن صبر العقيلة زينب فاق درجات فوق الصبر بعض الأنبياء، بحيث أن الابتلاءات اختلفت، أنه لا توجد رزية وواقعة مرت ومأساة مرت على البشرية كواقعة كربلاء، لا يوم كيومك من حيث يعني المناسبة. ما ابتلي كثير من الأنبياء، ما ابتلوا بمصائب مثل هذه حتى يظهروا صبرا، وحتى بالنسبة لأهل البيت ما ابتلت به زينب من درجات الابتلاء، حتى بعض أئمتنا ما ابتلي به. من هنا تعرف أن صبر العقيلة زينب كان في مستوى التحدي، وصبرت بصبر حير العقول كما قلنا. إلى اليوم هي مضرب مثل من الأنبياء، مثلا اللي ابتلوا أيوب عليه السلام هذا مضرب مثل. إذا قلت فلان أيوب يعني تقول شنو؟ صابر. اسم صار معنى الصبر، الاسم اندمجت به حالة الصبر حتى صار يمثل كلمة مرادفة. إذا قلت صابر أو قلت فلان أيوب نفهم منها الصبر والتحمل. وما جرى عليه ليس بأمر يسير، في القصص القرآني تفسيرات وبيان ما حل به، كل ما أعطاه الله سلبه إياه. كان ذو عيال ونساء وبيت وأسرة ومزارع ومواشي، يعني كل ما تنظر إلى الإنسان في كامل أحواله كان أيوب في رغد عليه السلام، إلى أن ابتلاه أيضا بالمرض في جسده، يعني ما يوجد شيء سلب منه ماله وولده. القضية طويلة. في يوم واحد اجتمعت الأسرة وخسف بها البيت عند أكثر من امرأة، هو كان في المزرعة، جو وقف، وهذا الأمر يعني لا يستبعده أحد، يعني كم رأينا من أناس كانوا يعيشون أسرة وإذا بهذه الأسرة في لحظة من اللحظات تغيب وما يبقى منها إلا فرد أو فردين. انظر إلى حوادث الحروب وانظر إلى الكوارث، أسرة تروح يبقى منها طفل، حادث غرق حرق، حوادث الطائرات، حوادث الحروب، صاعقة قنبلة على بيت وتأخذ اللي فيه، واحد منهم طالع برا الله حافظنا. هذا منها القليل، وهذا الإنسان عليه أن يكون على استعداد. النبي صلى الله عليه وآله يقول أين من حادثه بالغير قمره وشمسه واستلب منه ولده وإخوته وعرسه كام، وهو يمشي في الخطايا مشمرا وقد دنا حبسه، مع ذلك ما قاعد يعتبر. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس
به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل إلى آخر. فشاهد إلى أن فقد إلى أن وصل إلى مرحلة هو كل قرحة القرآن يأتي على ذكر قوله قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم. يعني خلاص كافي بعد ما أقدر أزيد. أنه وصل مرحلة من المرض حتى زوجته وقتله زوجة كانت تأتيه بالطعام وترمي إليه صرة فيها كسيرات خبز وبعض التمر وتهرب خايفة تنعدي. اللي آمنوا بيعدون على الأصابع أيضا صاروا يجون يزورون من فترة لفترة بعيدة. شايف واحد لما يصير مريض ومن حتى أقرب الناس إليه هذا أشد من المرض. سأل عن أولاده ولا أولاده مشغولين عن الناس دقاء مشغولين حتى الزوجة تنشغل. فطلب أن خلاص هذا يرفع. ولكننا حينما نقف على العقيلة زينب سلام الله عليها فلسانها لسان الحسين إذا كان هذا يرضيك فخذ. فرق لو مو فرق. هل سمعت من زينب ساعة قالت إلهي مسني الضر خلاص ما أقدر؟ وقفت على مصرع أخيها ورفعت بكلتا يديها وهي تنظر إلى جدها جداه هذا أو صلى عليك مليك السماء هذا حسينك إلهي تقبل. أحد يقدر؟ ومو بس الحسين هي اختارت طبعا الثقل الأكبر وإلى أخوتها من جانب أولادها من جانب كل العشيرة وقفت تنادي أنا لا والد لي. كل يعني هذا هنا من الشبهية بأيوب اللي يفقد أولاد. هذه وقفت أصبحت زينب يوم العاشر ومن حولها أسرتها أمس المساء عليها تتطفت يمينا وشمالا تنادي أنا لا والد لي. أحست هالوقت هذا بموت النبي وقالت اليوم مات جدي اليوم مات أبي اليوم ماتت أمي اليوم مضى أخي اليوم قتل الحسين بكربلاء. مع الحسين كل المصائب عادت. مع وجود الحسين حسين كان ذلك البلسم اللي داوي جروح زينب وآلامه. من يتحملها؟ نبتلي بجنازة واحدة الله يحفظنا وإياكم ما نرجع نسوي. نعم كثير من الإخوان لما شوفوا على اتزان وشوفوا على وقارة خلت تصير بمصيبة في عزيز شو يصير بحال تحاكي ما تدري تحاكي من تبوادي هو بوادي كيف والعشيرة بأسرها. ويكفي واحد واحد الحسين يكفي. طبعا هذا له عوامل إلي أسبابه. طبعا الحكي مو فراغ هالموقف الصلب وهالصبر الذي حير العقول وبقى مضرب مثل. زينب نشأت في بيئة تربي على الصبر. نشأت في بيت أمير المؤمنين سلام الله بيت أمير المؤمنين بيت صبر على الفقر على الجوع على الأعداء الكل يحيك إليه المؤامرات. ما نشأت في بيت راحة صحيح لولا أنهم التعلق طبعا هذا أم أيضا أيضا عامل آخر. يعني زينب ربيت من جانب الاعتقاد هذا لها أول ركيزة الاعتقاد الراسخ أن الدنيا لا تساوي شيئا أمام الله عز وجل. هذه قيمة خاصة. شوف الصابر في الدنيا هو الذي نظر إلى الدنيا لا تساوي عند الله جناحا وعوضا. هذا ركيزة مهمة. يوم الأيام أمير المؤمنين يأخذها إلى عبها صبية صغيرة شوف الاعتقاد من الصغر حالها على فخذي قولي واحد بني هو يلقي من لساني تقول مثله. قالت واحد. قال قول اثنين. قالت يا أبا إن اللسان الذي نطق بالواحد لا ينطق بالاثنين. شو عارف شلون توحيد
مع أنها بنت يمكن تكلم عن بنت عمرها سنتين ثلاث سنوات، لكن هكذا كانت العقيدة الراسخة. هذا وين أخذته؟ وين سمعته؟ ما البيئة. مرة أخرى عن الإمام بادر: ويشبعها لثما وتقبيلا. واحد عنده ولد أو بنت مثل هالنوع، وتقبيل الولد تقبيل البنت ما له من الأجر والبركات، وما يجعل في البيت من الرحمة ما لا يعلمها إلا الله. قد هذه عظيمة عند الله، لما ينحني الكبير يقبل الصغير، هذا البيت ينتعش. كثير من الآباء ما ملتفتين. النبي صلى الله عليه وآله يشوف النبي، واحد يشوف النبي صلى الله عليه وآله يكثر التقبيل في الحسن والحسين، يقول له إنك لا تكثر التقبيل لهما يا رسول الله. هم عندك اثنين، عندي عشرة، يقول له ما قبلت واحدا منهم. لا إله إلا الله، عشرة أولاد ما جب خاطرك يوم أن تقبل واحد؟ قال له ما أفعل بك إذا نزعت الرحمة من قلبك؟ شو سوي؟ فالبنت في البيت رحمة، هي في نفسها رحمة، والولد نعمة، والبنت مثاب عليها تربيتها وإعالتها إلى أن تخرج في رواية إما إلى بيت زوجها أو حتى إلى المقبرة. هذا محسوب إن كانت أخت أو كانت عمة أو خالة أو بنت أو حتى زوجة، يدخل في من اللي هو إعالة البنات، إعالة النساء، شنو من أجر وثواب عظيم. شاهد مرة ثانية يقلها، لا نظرت هي زينب عليه السلام إلى أبيها يقبلها ويقبل طفل، الرواية ما ذكرت منها الطفل، تاري قبلها وتاري قبلها. تفتت إليه قلت لا أبا، أتحبنا؟ قال نعم أحبكم. قالت لا يكون الحب إلا لله، وإنما هذا شفقة. تريد تقول للحب ينبغي أن يتمحض في قلب ابن آدم لله عز وجل، وهذا الذي في الروايات القلب السليم. إلا من أتى الله يوم لا ينفع مال ولا بن. حب الأولاد أو حب المال أو حب أي لذة من لذائذ الحياة، إلا من أتى الله بقلب الذي تمحض حبا لله. تقول له هذا اللي تفعله شفقة عليه، رحمة. الحب بمعناه الحقيقي هو لله، وإذا اعتمر القلب بحب الله لم يوجد حب آخر. ولهذا ما يتألم لفقد الولد، لكن ما يوصل هذا إلى أن يعترض على قضاء الله، لأن حب الله ما أخذ قلبه. زينب سلام الله عليها ذلك القلب السليم الذي سلم من كل شوائب الدنيا، ولهذا هامت حبا في ربها. شنو تنزل من مصيبة هي صابرة. حسين عليه السلام أوقفها على جميع الوقائع، ايش قالت؟ قالت سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، سأصبر حتى يعلم الصبر أنني صبرت على شيء أمر. إذا كل شيء بعد أعظم، أنا هم بعد أنا حاضر. جانب آخر، أهل البيت مارسوا مع زينب عليه السلام التحضير، مهم هذا أيضا يساعدنا. اللي محضر نفسه لمصائب الدنيا ومعتبر، إذا شاف واحد فاقد أبوه وأبوه موجود الله يطول أعمار الجميع، يحط نفسه مكان ذاك، يقول كأن أنا فقدت أبوي، شلون أسوي؟ شلون أتحمل هالمصيبة؟ شلون أتصرف؟ لهذا علينا أن نعتبر بمصائب الآخرين. اللبيب الفطن هو الذي يحضر نفسه. فلان فقد ولد، هذا يمكن يكون علي أنا بعد،
والموت مو يميز أحد دون أحد، لولا كل نفس. نعم نتمنى العافية والسلامة، الله يحفظنا ويحفظكم أولادنا وبناتنا ونساءنا وأمهاتنا وآباء أعمام إخوان، ولكن ولا سلامة. هذا شأن الدنيا. فإذا هيأ نفسه تمكن من أن يواجه المصيبة ويتخطاها بسلام، لأن عن هاي المصائب مو يريد بها أذيتنا، لنفهم أن والله الله يعطيني نعمة وياخذها معناته يريد الله يأذيني، يريد ينتقم مني، لا، إنما هو امتحان واختبار. أنا هذا الولد اللي أعطاني إياه أنا من وين جايبنه؟ من عندي، هو الواهب هو المعطي، يشوفني أنا مع أنه أعطاني، أنا وجودي كله من فيضه وجوده، يشوفني أعترض له لا أعطينا أعطينك، هو الواهب وهو السالب الآخذ، يشوفني أصبر له ما أصبر، تحمل له ما تحمل، فالمستعد يقدر يعدي. وأما لا، اللي يرى هذا الشيء لا ما يمكن أن يتغير وما يتبدل، واللي من حولي من حولي، واللي عندي عندي، وما أقبل حتى أتصور أو أتخيل أن أفقد شيء من هذا. هذا لما تجيه المصيبة وين حاله؟ زينب سلام الله عليها ليلة من الليالي، هذا كان تحضير من رسول الله صلى الله عليه وآله، رأت رؤيا، اللهم الله سبحانه وتعالى أيضا يعني تدخل إلهي طبعا، هاي الصبر هذا بناء رباني، الله رب زينب على هو أيضا هي تربية ربها، وليراويها هالرؤية عمرها 4 سنوات، رؤية مهولة هي كانت تمثل مصائبها، وقعدت تبكي لأن فعلا كانت رؤية فزعة. وهو علم يشوف رؤية ميزينة شلون ينزعج، وين تروح العادة البنت إلى من؟ إلى أمها، شايفة شيء مو زين، أما رأيت رؤيا مهولة، شفتي ها؟ وكم سائل عن أمره، زهراء كانت تعرف، قالت كأني أمشي بفلات أرض برية، وإذا بريح سوداء مظلمة تتبعني، أرض ماكو ملاذ، لا فيها وادي أختفي فيه أو جبال أحتمي، وأنا ظليت والريح من ورائي وأنا أهرول في تلك الفلات. في المعيد هناك رأيت شجرة عظيمة دوحة، مسكتها وحصلت يعني فرصة، يقول اشتدت الريح فاقتلعت الشجرة، يعني الريح ما تقول ما تخليش، يقول فخفت أنا أفلت من الشجرة فتمسكت بفرع منها فانكسر، تعلقت بثاني فانكسر، بغصن فانكسر، بغصن ثان فانكسر، يا أماه فتهت في الفلات. بعد الرؤية ما تحتاج بيان، هي تقص الرؤية والزهراء دموعها تجري على خدولها، بني روحي امضي إلى أبيك هو أعرف مني بالتفسير. أم راحت إلى أمير المؤمنين وصارت تقص، وأمير المؤمنين دموعه جارية، خلنها بحجرة وكلما ذكرت شيء أجهش باكي. زين هي بنفسها تعبانة من الرؤية، وأنه بتشوف أبوها أمها تبكي وأمها معناتها يعني القاعدة تشوف شيء مهول. هذا التحضير، قلنا زينب قاعدة تجرع المصائب وعمرها 5 سنوات. بنية جدك رسول الله صلى الله عليه وآله أعرف بالرؤيا، رحت إلى رسول الله ورسول الله قاعد يعقب، قاعدة بحجرة، بنية ما بكي، قالت رأيت رؤيا مهولة يا جدة، رحت إلى أمي بكت وحولتني على أبوي، رحت إلى أبي بكى وأجهش باكيا وحولني عليك، ضمها النبي بيدي، بني ما عندك،
تقص ودموعه تتحاذر حتى ابتلت شيبته الكريمة. آه عليك يا زينب. قلها زينب تجهزي للمصائب والبلاء، راح تشوفين مصائب سودة. شايفة هذه الريح السوداء المظلمة؟ هاي مصائب الدنيا اللي الله قدرها عليش، ما قدرها على أحد من الخلق. أنت تجرعينها غصة بعد غصة. قل هاي الشجرة هذه الآن التي تلوذين بها هي جدك رسول الله. أنت الآن إذا عندك شيء وخاطرش مكدار تجين إلى النبي ضمك يبرد عليك النبي. ما هي إلا قلائل من الشهور تفارقين جدك النبي. زهرة شافت مصيبة جدها زينب، شافت مصيبة جدها، ويوم النبي يوم عظيم يشبه إذا صارت مصيبة كاليوم الذي مات فيه رسول. جرعت. فإذا مضيت تعلقتي بأبيك بأمك فاطمة، هذا الفرع الأول. وما هي إلا أيام قلائل وأمك ترحل بجدك. هذا علم منايا وبلايا مو بسيط، لكن يعرفون زينب ما نعم معون يقدر يتحمل. فإذا مضت أمك تلوذين بأبيك علي، وهم هي بعد فترة، وإذا بك ترينه مخضبا بدماء. وبالزهراء ومصايبها بعد ما نعدد، هي شافت وسمعت أمها تعصر بين الباب والجدار. أنا وإنت سمعنا زينب لاذت بأمها. شوفين أبوك وقد حملوه جايبينه من محرابة، وانت تنادين أخي حسين من تحمله؟ أخي حسان من هذا تجدينه وقد خضبت دماؤه لحيته. وتقاسينها مصيبة أمير المؤمنين مو عادية، أثرها كبير. فتلوذين بغصن وهو أخوك الحسن، وكأني بك ترينك بذه تعود. شافتها زينب ها كبذ كبذ الحسن وقد قطعته السمو، وصرخت ونادت آه وأخاه ومسموما. بعد هالمصائب لا زال سلوى، ويبقى السلوى الحسين. وكأني يبك وقد حضرتي مشهد. منو يتحملها هذه؟ إلى اليوم أنا وياك ننادي حسين. تدري بزينب؟ زينب سمعت ونت أخوه. أنا داعيك خطيب آخر إن خبر نقولها كونة. إلى اليوم ترى ونة الحسين ما انقطعت. إذا جيت إلى الزيارة وخليت خدك وخليت أذنك عند الضريح، ثق أنك تسمع أنة الحسين. ليش تبكي؟ لولا أنك سمعت أنين الحسين وحق جدي أنا عطشان، أنا لهفا، أنا ظما. تدري بزينب وصلت إليه وسمعت ونينة؟ لا باس بهالمعنى. طلعت من وراها سكينة.